وليقول ما يحبب ربنا منا وإنا لفراقك يا أمنا لمحزونون وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه كتب على نفسه البقاء وكتب على عباده الفناء، فلو كان أحد الأحق بالبقاء لكان رسول الله حيا وباقيا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقود، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمود. أيها السادة الحضور، البعض منكم يعتقد أنني قارئ، وما أنا بقارئ، وشرف لي أن أكون قارئا، ولكن ما جئت إخوة الإسلام إلا محبة في القرآن وأهله، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أكرم كلبا في القرآن لمصاحبته للأخيار، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذا كان الله أكرم كلبا في القرآن لمرافقته للأخيار، فما بالكم بمن نصاحب أهل القرآن؟ علموني البكاء ما كنت أعرفه، يا ليتهم قد علموني كيف أبتسم وأرضعوني لقاح الحب من صغري، فلما تعلقت روحي بهم فطموا. لا تحسبوا أن ميلي بينكم طربا من لذة الراح أو من لذة النغم، ولا تظنوا هذا الجسم من فرح فالطير يرقص مزبوحا من الألم. أيها الأحبة الكرام، نستمع إلى أستاذ يعلم علم القراءات، حباه الله بحلاوة الصوت، وحلاوة الصوت رزق يسوقه الله إلى من شاء من عباده. فلقد ورد في روايات غير متواترة ويزيد في الحلق مع ما يشاء، مع شيخنا وتاج رؤوسنا الذي تخرج في كلية الشريعة والقانون، فكان متقنا للقرآن وأحكامه، شيخنا فضيلة الشيخ إبراهيم بركات. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العظيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم صدق الله العظيم. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء صدق الله العظيم. لا
وعلم ما لم تعلم فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الكفار رحماء بينهم
التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا يا رب. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
تصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم إليكم الإيمان وزينه